الله جل وعلا يقول لقد كرمنا بني آدم، فلما يلقب الإنسان هذا الذي كرمه الله وشرف عن الحيوانات لما يلقبه بهذا الألقاب يا حمار أو يا خنزير أو يا كلب أو أشياء من هذا القبيل، وهذه ربما يقولها كثير من الناس في غضبهم، حتى ربما قالها والد لولده عندما يغضب منه، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يوصف الإنسان ويلقب الإنسان بهذه الألقاب. هذه حيوانات كرم الله عز وجل الإنسان عنها، حتى نهينا من كرامة الإنسان ومكانته، نهي في صلاة أن يتشبه بالحيوانات في جلوسها أو في إقعائها أو في نقرها أو غير ذلك في صلاة التي أشرف أعماله. فكيف يلقب شخص يصلي ويعبد الله عز وجل ويعمل بهذه الأحاديث، يتجنب المشابه للحيوانات في صلاته، ثم لما يغضب منه شخص لشيء من أمور الدنيا يقول له يا حمار أو يقول له يا كلب أو يا خنزير أو نحو ذلك؟ فهذا أيضا داخل في قوله ولا تنابزوا بالألقاب. نعم.